مفاتيح مع الدكتور هاني الغاردي وعادل باربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، يسعد لي أيامكم وأوقاتكم دائما وأبدا بكل خير. حلقة نجدد من خلال لقاء بكم في برنامجكم مفاتيح، معايا أنا عادل برباع وبصحبتي الضيف الدائم في برنامج مفاتيح الدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمستشار في القضايا الأسرية والاجتماعية. حياك الله دكتور هاني، وسعد بك. أهلا وسهلا بك عادل وبكل المستمعين والمستمعات الأكارم. الله يسلم، إن شاء الله مبسوط دكتور هاني. متشقق. الله يسعدك دائما، احنا دائما والواحد يقول آه كيفك مبسوط، والواحد يقول ايوه نعم، او احيانا يقولها من وراء قلبه او ان شاء الله يعني هذا الامر يتحقق، والعملية فعلا نحس من كلام الناس مع بينهم بين بعض انه كلمة ان شاء الله مبسوط ان شاء الله سعيد في ديدا لهذا الأمر، البحث عن السعادة رغم يعني بعض يقول لك هموم ودنيا وصعوبات ومشاكل وما ومن هذا الكلام. هل فعلا يعني موضوع السعادة يعني يحتاج الواحد أنه يقف وقفة كذا رايقة عشان نعرف كيف ممكن نوجدها في أنفسنا؟ هل هي تنبع من داخلنا أم أنه إحنا والله على حسب الوضع على حسب الظروف والله تقول لنا إحنا مبسوطين لا أحد يكلمني ومدام أني أنا في حالة يرثى لها؟ كلامك وتعليقك. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخوي صار كثير بيني وبينك يعني وضع تعبان، لا الأمور ما هي ماشية بالشكل الصحيح، وظيفة ما في، زعلان طفشان، لا الناس تسافر وأنا لا، الناس عندها مداخيل وأنا لا، الناس بتكسب وأنا لا، الناس عندها سيارات حلوة وأنا لا، الناس مبسوطة في بيوتها مع أزواجها وأنا زوجي منكد علي ومبهدلني، أيوة. أو زوجتي منكد علي ومبهدلتني، ماني مبسوط في العمل. فأنت جينا يا عادل اليوم تتكلمني على سعادة وموضوع مكرر، ويا كتر ما سمعنا وكيف تكون سعيدا ومش عارف، ده كله كلام فاضي، كله ده كلام فاضي، ما في أشي اسمه سعادة ولا في شيء، هي بس كده بتنكد لين ما نموت وخلصنا. في ناس تدور على النكد ترى يا دكتور، ما تدور على السعادة. في ناس يا حبيبي راعية نكد أكيد. طبعا الكلام اللي أنا بقوله بلسان نعم. حال الآخر يا عادل. أيوة. للأسف أنه كثير من الأشخاص، مش بعض حقيقة، كثير من الأشخاص هو أو هي من النوعية هذه. أيوة. زنان نقاق على كل شيء وما في ولا حاجة عجبت، فأنه سعادة اللي حتطفى على حياته، أنه شيء في صناعة السعادة من خلال ما أنا أحدث نفسي به وأتكلم عنه، أنه كله نيجاتيف كله سلبي، ما في ولا شيء كويس، وإذا كان في عندي شوية حاجات كويسة فبرضو في عندي ملف نكد في حياتي. يعني أقول لك على حاجة، أنا يا أخي مبسوط وما عندي ولا شيء، لكن زوجي منكد علي فمحول لي حياتي كلها إلى لون أسود، أو أنه أنا مبسوط في بيتي وزوجي كويس وزوجتي كويسة، لكن عندي زميل في العمل أو مدير في العمل منكد علي فتحولت حياتي إلى كلها لون أسود. أنا أتعجب حقيقة باللي يحول حياته إلى أمر أو لون أسود بالمطلق. كل النعم اللي أنت فيها أو أنت فيها وما تبغى تكابد في الحياة شوية على بعض الملفات اللي لو شفنا وعرفنا وسمعنا ودرسنا وقرأنا اللي مر بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه من هذا الرجل العظيم، يلي كان من المفترض المنطق يقول يا رب العباد مش هذا أحب خلق الله إليك؟ مش أنت بتقول أنه هذا أحب خلق الله إليك؟ وهذا الرجل العظيم نازل في رسالة عظيمة، ليه ما كان سهلت الأموره؟ ليه ما كان الأمور أول ما يجي يكلم سينا وعين وصاد من الناس على طول الناس تسمعه؟ إيش معنى يعني الراجل ده تعب هذا التعب كله؟ بل بالعكس بقول لكم على شيء، وأنا مو أنا اللي أقوله، التاريخ يقوله، سيرة هذا الرجل العظيم هي اللي تقوله. هذا الرجل يا عادل لو جاء واحد قال لك عادل ترى أنت مهفة ومجنون حاشاك طبعا تزعل وتموت موتك ولا لا؟ لو واحد جاء قال لك والله عادل انت ترى شكلك كده منافق وشكلك كده جاهز انت بتاخذ مكانه اجتماعيه وتدور لك على مكانه اجتماعيه، اقول لك انت كلامك كله شعر وكلام فاضي، انت وضعك اصلا تبغى فلوس خد فلوس بس فكنا من اللي انت فيه. هل يعقل انك انت جاي من خلال مهمه مديرك او مسؤول وجهك بيها ويقوم الناس الكاستمرز حقونك او الناس اللي حتتعامل معاهم بيردوا عليك هذا الرد، كيف حيكون وضعك؟ فما بالك لما تكون هذه الرسالة من رب عظيم ميز هذا الإنسان به، وكان من المفترض بالمنطق البسيط حقنا إن احنا نقول ربي كان سهلت أموره، لا رب العباد جعله حكمة عشان يورينا شوفوا أحب خلق الله إلي، شوفوا ماذا يحصل في الدنيا يا عباد الله.
كل ما يتم من أمور بالرغم من أنه هذا حب خلق الله إلي ونازل بهذا الرسالة العظيمة يلي ولا واحد فينا يقدر يجيب حتى عشرها ولا حتى يقدر يجيب جزء منها. شوفوا إيش اللي حصل فيه وشوفوا قد إيش كابت وقد إيش حاول وقد إيش كان رجل سباقلر وكان رجل بيحارب ويضارب بالنفس والمال والجهد والوقت والتفكير فإنه هو وصل إلى ما وصل إليه عبر هذه السنين اللي شوف رسالة فين وصلت اليوم. نعم. بدأت بشخص واحد فقط. فشوفوا الآن لما نحن نفكر بأنه حياتنا كلها تقفل عشان عندي سوبرفايزر منكد علي، حياتي كلها تسود عشان عندي زوج أو زوجة، حياتي كلها تسود لأنه عادل سافر وإحنا ما سافرنا، فلانة سافرت وإحنا ما وديتنا وما جبتنا، ونفضل دائما نبحث عن أمور إحنا من يخترع النكد فيها، إحنا اللي نؤدي ببرمجة مخنا إنه في الآخر الحياة هذه حياة سودة والوضع اللي حاصل ده وضع ما حد يقبله. يا عم الناس مبسوطة وإحنا لا، يا شيخ أرحمنا من اللي إحنا فيه، حرام عليك يا زوج يا أب، الناس كلهم ساروا وعملوا وفعلوا وتركوا وإحنا ما عندنا ولا أي شيء. وتفضل الأمور للأسف من شيء إلى شيء كلها في الآخر ليست أساس أو جزء من بناء مفهوم السعادة. أنت أو أنت من جعل هكذا أمور سخيفة سخيفة. يا عم أنت مضبط نفسك ومسافر ورايح جاي زي ده حتى تفلسف علينا تقول لنا والله أمور سخيفة. لا معليش، إحنا نبغى الأمور السخيفة هذه. والله تبغى الأمور السخيفة الله يعينك، أنت اللي بتدور على هكذا أمور وأنت اللي بتبرمج وتبرمج مخك إنه في الآخر ليس هناك من سعادة، لأنه في نقطة مهمة واحدة فقط بين 20 قوس وتحتها 500 خط، حاجة اسمها الرضا. إذا رضينا هنجد السعادة في كل أمر، إذا ما رضينا والله ولنا في ذلك شواهد. ناس عندها فلوس وعندها أموال وتيجي تقعد معي يقولك أنا مهموم. مهموم يا أبوي؟ الخمسمائة مليون اللي معاك ولا المائة مليون اللي معاك ولا المليون اللي معاك ولا حتى المائة ألف اللي معاك أنا أتمنى ربعها. تقول لي ما أنت سعيد؟ ده أنا لو عندي ربع المبلغ اللي عندك ولا ربع اللي موجود عندك في البنك ترى أنا أعيش في سعادة مطلقة. طبعا أو هو اللي ما يروح يمتلك هذاك الأخذ عن المال إذا ربي رزقه ده رزقه بإذن الله، تلاقي برضو تطلع له هموم أخرى. يا حبتي أتعجب حقيقة بأنه الإنسان ما يتفكر شوية وما يحط في باله بأنه ترى السعادة ليست في التنجبل، ليست في الأشياء الملموسة، بل هي في الأمور المحسوسة. والأمور المحسوسة لا يمكن أن تتم إلا أن تصنع في ذهنيتك، لا يمكن، لأنه الملموسة أمر ملموس قدامي. أنا أمتلك سيارة أدفن إما سعيد أو إنسان تعيس، وتلاقي اشترى سيارة واشترى السيارة اللي يبغاها أو اشترت السيارة اللي تبغاها وفي الآخر برضه يقول لك أنا ماني سعيد، في حاجة مفقودة. الإنسان بطبعه طماع، الإنسان بطبعه يحب إن هو يمتلك ويستحوذ. ويا كثر ما تكلمت على موضوع الاستحواذ في السناب شات عندي على قد إيش إنه الإنسان بفطرته بطبعه يموت بالاستحواذ. تديله 1000 يبغى 2000، تديله 2000 يبغى 2000 وزوجة، تديله 2000 وزوجة يبغى 2000 وزوجة وعمل، ويبغى يصير مدير ويبغى حرمتين زيادة فوق ويبغى كمان 100,000 زيادة ويبغى هو كده الإنسان بطبعه. هذا كله يضرب حتة مهمة اللي أنا ذكرتها اللي بين قوسين ولا بين 10 أقواس دي اللي هي كلمة الرضا. إذا ما رضيت ستطارد وهما. تعال يا أخي تعال حكيك أنا حكايتي. ترى أنا على فكرة ولدي مريض وبنتي ماتت وزوجتي منكدة علي ومش عارف مين حصل لي في العمل ما عارف إيش. أحبتي هكذا أقدار ترى هي ما تتم لوحدها، الأمور دي تتم من بابين، إما تمحيص من المولى عز وجل أن يمحصك في هذه الدنيا لتصبر أو أنت متسبب فيما آلت إليه الأمور. أبداً أنا ما هو أنا أبداً، أنا كل ما أروح العمل أتضارب مع المدير حقي. المدير طب المدير حقك هذا ما عرفت تركه المخه، ما عرفت أنك أنت ترمي طوبته وراء ظهرك وتعيش باستسامة وعلى قولتهم كده بين قوسين باللغة حقت الحواري ابن أمه ما ينقذني؟ لا ما في أحد حينقذني، ما في أحد حينكد علي. الآن أدخل سيارتك أنت، عندنا اتصال أو شيء عادي؟ لا حنأخذ فاصل وإن شاء الله ما في أحد ينقذك يا دكتور هاني. ولا ينقذنا أحد، نأخذ الفاصل. الله يسعدك تسلم. حنطلع فاصل مستمعينا لكن أذكركم بأرقام التواصل هاتفيا لأي استفسار أو مداخلة في موضوعنا أو مواضيع تجدون أنه تحبوا أنكم تشاركوا فيها، يعني قضايا تحبوا أنكم أنتم تجدون لها بعض الاستفسارات والحلول مع دكتور هاني الغامدي على الرقم 011-217-8585 أو على 012-616-1100. ابقوا معنا.
مفاتيح مع الدكتور هاني الغاردي وعادل باربا. أهلا بكم مستمعي الكرام، حياكم الله مرة أخرى، ولتذكير مرة أخرى بأرقام تواصلنا. بإمكانكم التواصل على الرسائل النصية على STC 85 1040، ولمشتركي موبايلي على 66301، وأخيرا في زين على 701313. أما أرقام الهاتف 011217 8585، أو على 012-616-1100. اللي حابين يسمعونا كذلك عبر الأونلاين على www.alif-fm.com alif-fm.com. بجميع التواصل بإمكانكم المشاركة، وأيضا على حسابنا الشخصي في تويتر أي سؤال أيضا بإمكانكم التواصل فيه معنا. معنا اتصال تذكار، حياك الله تذكار. ألو، هلا، السلام عليكم أستاذ عادل. وعليكم السلام وبركاته، يا هلا فيك تذكر. صراحة الله يسلمك، جميل كل برنامج صراحة نشارك معك في مرك الله تبارك الله، يا هلا. أنا صراحة ودي يعني أتكلم عن الأستاذ هاني. أيوة، ما شاء الله، هو يعني أستاذ مؤثر صراحة ومبدع دائما صراحة، متابع له حتى في سناب شات. فحب أقول يعني إيش كيف يعني نقدر نوافق بين إن إحنا نطور من أنفسنا ونطلع الأفضل، وبين القناعة يعني نقتنع بما عندنا يعني نكون راضين. أيوة. نفرق بين هذه الاثنين بس. جميل، أعطيك العافية تذكر. الله يعافيك. شكرا أسنى. شكرا. معانا كذلك مداخلة أخرى. ألو، مرحبا. ألو. يا هلا وسهلا. يعطيك العافية. حياك الله، من معنا؟ أين مع غسان حبيبي؟ يا هلا غسان، تفضل أخوي. يعطيك العافية، ممكن أداخل معكم؟ أي معنا، تفضل. أي تفضل، أنت معنا على الهواء يا غسان، تفضل. أي السلام عليكم سعد. أي تفضل. يا هلا يا هلا غسان، يسمعك والدكتور هاني كمان، تفضل. يعطيك العافية، مسي عليك وعلى الدكتور هاني. وأنا عندي مداخلة بسيطة، ويا ليت الدكتور يجاوب عليها يعني بعد ما أكفي. بالنسبة للتعامل مع الشخص اللي يكون شخصيتين، يعني مثلا في المساء يمدحك ويحبك وعزيزي وحبيبي، في الصباح انت مدري ايش، انت ماني عارف، انت مو تمام، انت ما مهما تسوي له ما يرضى. ايوه بس انا هذه حبة يعني. هذا الشخص زوجة ولا زميل؟ الشخص هذا زوجة ولا زوج ولا زميل عمل او صديق؟ لا لا، صديق وأكثر من صديق، يعني ممكن إلى درجة أخ وأكثر. أديني مثال بارك الله فيك، زي إيش مثلا؟ مدحك في الليل وفي الصباح يعني فجأة يقلب يعني لوحده كده من غير أي شيء؟ يعني مثلا أسمع، يعني اللهم صل على النبي، مثلا إحنا دحين في فرح، حلو، رحنا فرح، إيوة والله هذا فلان الفلاني، والله هذا حبيبي، والله أخويا، والله هو اللي واقف معايا، والله هو مدري إيش. خرجنا من الفرح، بالله يا فلان يا أخي، أنت تذكر الهرجة اللي سويناها ديك المرة يا أخي، أنت السبب، أنت أصلا ما تستحي، أنت أقطعها معايا، أنت مدري إيش. فهمت علي يا دكتور؟ فاهمك تماما، تسمع حبيبي، خلاص حيجاوبك يا دكتور إن شاء الله. يا أهل، معنا كذلك اتصال محمد. أيوة عليك، مساء الخير أخوي. يسعد مساك، تفضل يا محمد. الدكتور معنا؟ أيوة نعم. أنا يا دكتور يعني خسرت كل حاجة بسبب عدم الرضا، يعني خسرت بيزنس الخاص حقي، خسرت، يمكن كنت باقي شهرين في السنة الرابعة في الجامعة، باقي شهرين بس آخر اختبار، وطلعت منها، يمكن خسرت برضو البيت اللي على وشك إني أخلص يعني سداد وكذا. الآن أنا أتمنى مو ربع 5% من اللي أنا كنت فيه. أديني بس حال الله يحفظك. أنت قلت لي خسرت، يعني كيف يعني حصل لك موقف معين ولا ما أحسنت إدارة المال؟ لا بالعكس، يعني أنا كنت في بيزنس الخاص وجدا، وفي الجامعة مكمل، يعني كنت، كانوا زملائي وكذا، يعني يا ليت نصر ربعك، بس كان يعني بطيء، ليش يعني التقدم بطيء، ما كان عندي صبر، ما كان عندي رضا باللي موجود قدامي، كنت أبغى زيادة. هل حصل موقف معين انت اقدمت عليه فلذلك خسرت، كمثلا مساءله من ناحيه جهه معينه، او دخلت لا معينة، ولا عشان المستمعين الملايين دول اللي بيسمعونا لا يفهموا غلط، تفضل.
لا 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 ولا مساءلة ولا أي حاجة. أنا هذه ولا عندي مديونيات ولا أي حاجة. أنا كذا خسرتها بسبب يعني تصرفات إنه ما عندي نفس طويل أو إني ماني راضي باللي موجود أو إنه لي 5 سنوات مثلا في البزنس أو في الجامعة ما التقدم مرة ضعيف يعني. فهمتك. يعني مو أي إنه خسرت بسبب مادية أو إنه علاقة أو أي حاجة. عمرك كم؟ فدكتور عمرك كم الآن؟ عمرك كم أخوي محمد؟ أنا عمري 32، كل اللي بنيته كله انهاد. فأنا أبغى نصيحة منك يا دكتور. يعني أنا الآن لي السنة يمكن ما أدري شو أقول لك. أنا ما أدري كيف أرجع. طيب ما أدري كيف أرجع إلى زي ما كنت. اسمع الله يحفظك. طيب لا يروح في بالك يا دكتور أنه يعني انحرفت سواء أخلاقيا أو أي حاجة أنه بسبب، لا أبدا، بعيد عن هذا كله. أنا اللي اكتشفته إني القناعة والرضا واللي كان موجود ما هو كان يعني ما هو عاجبني فقط لا غير. فما كان عندي صبر فخربتها كلها مع بعض. حتى الجامعة بقي لي اختبار واحد يا دكتور. تسمع الله يحفظك. أنا الحين 4 سنوات كلها راحت أبان منثورة. خلاص إن شاء الله يسمع تسمعنا وتسمع رد الدكتور هاني إن شاء الله. موفق أخوي. نأخذ الردود دكتور هاني. طيب نبدأ بآخر سؤال الله يحفظك عند الأخ اللي تكلم. نعم. شوف يا ابني الله يحفظك، اللي أنت سويته ربما أمر طبيعي، أمر طبيعي بقدر من المولى عز وجل بأنت اللي ذكرته بعدم وجود الصبر أو عدم وجود الإقدام أو الاستمرارية في بعض الأمور. كثير من الأشخاص على فكرة يقع في نفس المزلق أنه في الآخر يبغى الأمور تتسارع. أنا بيجوني بنات صغار وشباب صغار يعني في سن 25 و30 بيقول أو بتقول إنه أنا خلاص راحت علي. كيف راحت عليك؟ إيش هو اللي راح عليك أصلاً؟ أنت لسه ما بدأت حياتكم يا حبايبي. ترى الأمور تأخذ بالصبر والنقطة المهمة إنه إشكاليتنا أو إشكالية البعض مننا إنه ينظر لما قد وصل إليه الآخرين وبيقول لك والله الآخرون هذول هم اللي وصلوا وأنا لساني ما سويت. يعني مثلاً أنا عمري 30 سنة، أنا لساني ماني مدير عام، أغلب أصحابي مدير عام واللي ماشي سوبرفايزر. طب يا أخي يا ابني حيجيك دورك، ترى اصبر بارك الله فيك. وهذه من ضمن الأمور المهمة إنه الإنسان يرضي بما قد قسمه المولى عز وجل له اليوم. نعم. وهذه إشكالية كبيرة بأنه إحنا لما دائما ننظر للآخر معناته إحنا عمرنا ما حنستشعر الشيء اللي موجود في يومنا، في دائرتنا، في وضعنا، في مقدراتنا. دائما عيننا طايرة برا. إذا عينك أو عينك طايرة برا فهو عذاب أليم لنفسيتك ولذهنيتك و لكل ما هو عليه الأمر من خلال إعمالك العقلي. حتى إعمالك العقلي حيتلخبط. ليش؟ لأنك تبغى تقفز، تبغى تلحق، تبغى تصير زي فلان وسين وعين وصاد من الناس. والأدهى والأمر لما الآن بعض المشاهير من السوشيال ميديا أو من غيره اللي وصلوا من خلال أغنية أو وصلوا من خلال استعراض أو وصلوا من خلال مش عارف مين وأصبحوا بيروحوا وبيجوا وبيعندهم فلوس وبيتكشفوا قدام البعض إنه هو بيسافر أو هي بتسافر وبيعنده النعم الكثيرة اللي موجودة من حوله. هذا زاد الطين بلة، خلى الناس تفقد الأمان وتفقد حسن التصرف في مقدراتها، وأصبح الإنسان يعتمد على انتظار الحظ والفرصة. وهذا كلام فاضي، ما في حاجة اسمها حظ وفرصة. الفرصة والحظ لما يكون عندك معطيات تؤهلك أنك أنت تقدم على الخطوة القادمة. أما إذا جات الفرصة، وخليني أقول يا سيدي البعض جات بضربة حظ، واحد سوى لوتري مثلا ولا دخل في من المساهمات هذه ولو انها عليها قولان طبعا في شيء يجوز شيء ما يجوز وكسب مثلا 1,000,000 ريال، تمام؟ هل يعني ذلك انه انا كل يوم والتاني حتفضل عيني دائما على المليون ده اللي كسبه من اللوتري اللي دخله؟ وهل هذا هو المجال الوحيد اللي انا ممكن من خلاله اكسب المليون ولا ما اكسب المليون من خلال ان انا ادخل لوتري ولا غيره؟ يا حبايبي الامور ما تؤخذ بهذه الطريقه. كل انسان عنده حياه جميله، عنده نعم ما انزل الله بها من سلطان اذا هو ما انتبه لها. لكن للاسف إن إحنا ما نتنبه للنعم اللي إحنا فيها. إحنا عيننا طايرة على الآخرين، عيننا دائما طايرة على الآخر. واحد يقولك يا أخي أنا رحت ودرست وجبت الماجستير وجبت الدكتوراه وشفت الحل لي دا 8 شهور 10 شهور مرمي في البيت. طب انتظر يا ابني، انتظر يا بنتي، ترى حتجيك الفرصة بقدرة المولى عز وجل، حتجيك الفرصة. لا تفقد الأمل في إنه والله لا البلد هذه ما أدري إيش فيها، البلد هذه ما فيها شيء، البلد هذه زي أحسن من أحسن بلد ثانية. والفرص الوظيفية لو جينا أخذناها بس فتحنا هذا الباب، ترى على فكرة هو نفس الأمر اللي موجود في دول أخرى من 30 سنة لما كنت أنا موجود برا. أنا قعدت 25 سنة برا، ترى فرص الوظيفية ما كانت برا في فرنسا أو في غيرها أو في ألمانيا إنها موفرة للجميع. لا، مين قال لك؟ هذول على طول تجيهم وظيفة بس يبدأ من تحت الصفر، من تحت الصفر يبدأ. أنتوا الآن البعض مننا ما يبغى يبدأ،
يبغى الموضوع يكون بطريقه او باخرى. يقول لك يا اخي انا عندي ماجستير وابدا 3000 يا ابني ابدا الله يحفظك، ابدا يا بنت الله يحفظكم. الامور بس يبغى لها استمراريه، يبغى لها رضا بما قسم المولى عز وجل. اليوم معقوله عندي دكتوراه وابدا ب 4000 5000؟ طب ابدا يا ابني، شبك نفسك الله يحفظك، ادخل اليوم. بلاش نقعد نتشرط على بعض الامور اللي نخليها اصلا غير مقبوله، وبالتالي لما تجينا وظيفه احنا مش مرتاحين اصلا. خلونا نبدا يا حبايبي، خلونا نبدا يا ابنائي. ترى الفرص ما هي الفرص الوظيفيه ما هي زي زمان، ما هي زي اول على فكره. حتى على زمني انا يعني قبل 30 سنه ولا 35 سنه ترى ما كانت الفرص الوظيفيه والله متاحه لكل امر، ولو كانها كانت افضل من الان، ولكن الوضع كان يختلف جذريا، لانه البيئه والوضع الاقتصادي والعرض والطلب كان مختلف. الان اصبحت الامور مختلفه جذريا، ولكن لك فرصه ولك فرصه، لكن يبغى لها صبر. شبك ان شاء الله ب 3000 ما عندنا مشكله، تقبلها على بنتك. ايه والله اقبلها على بنتي، انا بنتي متخرجه و3000 ريال شغاله، وشغله ما لها اي علاقه باللي درست فيه. فبالتالي يا حبايبي الانسان لابد ان هو يبدا من يشبك نفسه، وقاعد يصبرها وهي غير راضيه، ويا بابا مش حايبهم علي يا بنتي، ونسوي كده ونعمل كده ونفعل كده ونستمر وننتظر، ويجيها الكلام الحلو احيانا ويجيها احيانا المشاكل، ان الساحه دوبها نزلت الميدان حق العمل. فبالتالي كثير من البنات ومن الابناء نفسه تجزع بسرعه. فابني انت الان لما ضيعت عليك الفرصه حسب كلامك، يكفيك شرف، يكفيك شرف بانك انت استشعرت بانه الداء والبلاء جاء مني الي. فانت اليوم احسن من غيرك، بالعكس انت انطلاقتك الان، انطلاقتك القادمه باذن الله حتكون انطلاقه راسخه. ليش؟ لانك عندك الدرس اكلته، اكلت الدرس مضبوط، قست الامر وشفت لما انت ما رضيت، لما انت حبيت تقفز، لما انت ما كنت راضي في ذاك الوقت بكل المعطيات اللي كانت موجوده. اليوم انا عندي طريقه تفكير واعمال عقلي مختلف، وبالتالي انطلاقتك احسن من غيرك. اصبر، شوف وين ممكن تبدا من اي مكان حتى لو من تحت الصفر، وترجع تستعيد الامر. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما بدا الرساله في مكه، نهايه الرساله في مكه ايش؟ خرج من مكه هربا هو واصحابه، وبداوا في المدينه، ثم عادوا مره اخرى الى مكه. فسبحان الله العظيم، لما خرج من مكه قال خلاص انتهينا، الرساله قفلت، ما عاد في عندنا امل، راح مكان اخر وبدا من مكان اخر. اذا بالتالي يا حبايبي لازم نعرف الامر كيف بيتم. الامور ما تيجي لحد عندنا، ما تيجي بكيفنا، لازم يكون في عندي شويه تمحيص، شويه تعب، شويه امور. اعتدال ادريس الله يحفظها كل يوم جمعه معاك يا عادل بتقول نفس الكلام الله يحفظها، هي بتتكلم في نفس الوضع. لابد يا حبايبي ان احنا نستمع، اسمع لسين واسمع لعين، عشان نقدر في الاخر نتصبر بكلمات تقوينا بعض الله. لكن ما ينفع ان احنا نسمع كلمات سلبيه طول النهار، نراجع في تويتر ونراجع في السوشيال ميديا كله مهايط وكله ضايع وكله سلبي وكله ما هو عاجب ولا شيء، لا بلد ولا دوله ولا مجتمع ولا عمل ولا وظيفه. هذول منهم اصوات نباح، هذه اصوات نباح، هذه ليست الاصوات اللي انا اتاثر بها. بل بالعكس، المعطيات الجميله موجوده في يدنا بقدر الله عز وجل. وشوفوا بناتنا وابنائنا اللي موجودين الان، اللي بيجيبوا اعلى درجات الجوائز من فضل الله حول العالم، هذول من فين جابوها؟ احنا نمتلك مخ، مخنا شغال، مشكلتنا حاجة واحدة، قاعدين نخبط في بعضنا البعض ونخبط في نفوسنا ونضيع الفرص علينا وهي تحت رجولنا وما احنا شايفينها. ليش ما برمجنا مخنا انه احنا اول شيء نتملك هذه الفرص مهما كانت صغيرة، والامر الثاني نرضى بما قسمه الله لنا، والقادم احلى دائما باذن الله تعالى. لتواصل مستمعينا على الهاتف 011-217-8585 والرقم الاخر 012-616-1100. حناخذ اتصالاتكم بعد الفاصل، وايضا اجابة بقية الاسئلة اللي كانت طبعا من قبل حنكملها باذن الله. خلوكم معنا. مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وعادل باربع. أهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم مرة أخرى. وكذلك تذكير بأرقام الرسائل النصية على STC 85140، موبايلي 66301، وأخيرا في زين 701313، أما الاتصال الهاتفي على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. حناخذ الاتصال ونجي نجاوب على الأسئلة السابقة. مرحبا معنا خلود. ألو. مرحبا، تفضلي. كيف تعامل مع صوت الحساس؟ كيف تعامل مع الزوج الحساس؟ الزوج الحساس.
طيب في سؤال ثاني؟ طيب شكرا يعطيك العافية. والله ما أدري هو زوج الحساس ولا. طيب بتفضل أستاذ دكتور هادي. يلا معك حبيبي. إيش السؤال؟ هو كان السؤال يقول كيف أتعامل مع الزوج الحساس؟ الإجابة ما أعرف. السؤال اللي بعده. طيب هذه الأسئلة اللي تغيظ على فكرة. معليه يا بنت الله يسعدك. يعني أنا جيني أسئلة زي كده يا عادل. أيه. كيف أتعامل مع الأم اللي مش عارف كيف أتعامل؟ ما أعرف. مش عارفني أنا كيف تتعامل. أدوني معطيات يا جماعة الخير. ما في حاجة كيف أتعامل. نعم. إحنا ما عندنا سي دي على عشان. وهذه على فكرة هذه يعني بنتنا هذه اللي اتصلت الله يحفظها عشان بس الكلام لها والكل من يسمعنا. ما ينفع لما تسأل سؤال يكون سؤال مبهم سؤال عام. كيف أتعامل مع المذيع اللي مش عارفني؟ كيف أتعامل مع يا جماعة الخير؟ ما أعرف إيش هي المعطيات. أديني معطيات، أديني قصص، أديني مواقف. نعم. أديني أنت مين وإنت وهو مين. يعني أنا ما أعرف الزوج الحساس. أنا أتحدى أحد يقدر يجاوب على الإجابة على السؤال حقه. فيا بنت الله يحفظك احسن وطرح السؤال حتى على سناب عندي حتى على إيش ما كان من برامج التواصل عشان لما أحد يجاوبكم هو عارف بالضبط ما يكون السؤال سؤال مبهم. فضل عادل. طيب كان السؤال اللي قبل هذا اللي جاوبته تبع الأخ اللي يقول لي أخ في النهار برأيي وفي الليل برأي آخر متضاد. يعني هكذا شخصيات يا جماعة الخير. هذول الشخصيات المؤذية. هذا اللي تصبر عليه لما تحرقك. معليش أنا لو أحبك يا عادل في الله وإحنا أصدقاء وأصحاب المود هذا أبو مزاجية متضاربة متقلبة حتكرهني فيك. نعم. انت اليوم في الليل انا اخذ المثل علي وعليك. انا وانت يا عادل رحنا اليوم في الليل اتعشينا او نعم. امس اتعشينا جيتني اليوم الصباح ما تدبوزك في شيء عادل يا عم فكني الله يرحم والديك يا ابوي ايش فيه ايش حصل يا شيخ الدنيا قرف الدنيا ما ادري طب ايش حصل مش عارفين يا الله طلعت لي قرنين يا ابوي فهمني ايش الموضوع اقعد كده فاتح فمي معك ما بالك وما بالكم لو كان الامر من ما بين زوج وزوجه. أوه. يناموا على مود ويصحوا على مود فجأة يقوم الراجل ما تبوزه إيش بك فكيني ما أدري إيش في الليل كنا مبسوطين مع بعض وآخر حلاوة وفي الصباح له مود مختلف أو يروح هو العمل يرجع السلام عليكم ما ترد عليه ما تبوزه إيش فيه من تحلال ما أدري خلاص فكني خلاص سيبني أنا كده متضايقة طب منين متضايقة طب فهميني طب إيش اللي حاصل خلاص أنا كده بالله دي حياة يا جماعة الخير. النوعية اللي زي هذه معليش مع شديد احترامي اعزلوهم لا حد ينكد عليك حياتك ابتسم وابتسمي إذا كان عندك ربنا قدر عليك بزوج أو بزوجة بهذه الطريقة الله يعينكم ولكن في الآخر اللي يهمني إنه أنا ما أخلي هذا الشخص هو اللي بمقياس مزاجه أنا أنبسط بمقياس مزاجه أنا أتنكد لا أنا كده صعبة الحياة علي تصير سواء كان هذا الأمر زوج وزوجة أو كان هذا الأمر صديق وصديقه أو زميل عمل حتى الناس اللي موجودين من حولنا أصدقاء كثر موجودين تلاقيه نكاك تعبان قرفان الدنيا كلها لا يا عمي فكنا الله يرحم والديك انا ما في النكاده هذه وكل ما قابله وكل ما تشوف ان الدنيا ضبح الدنيا قرف الدنيا قرف ايه وهذا في ايه بالضبط وكل ما تيجي تقعد معانا وانت ما تبوزك وحالتك حاله وعلى ايه فكنا حبيبنا لا تيجي معانا الله يديك العافيه احنا جايين عشان ننبسط نقعد مع بعض ساعه نص ساعه نتكلم فيها بشويه نقاشات وننبسط مع بعضنا البعض لو كان في بيننا لقاء وكل واحد يروح في حاله بس لا تجيني بهامك وغمك ما حد حيتحملك طالما انت متكرر في الشكاية ويا كتر ما عندنا أشخاص شكايين الشكاية عنده شيء أساسي في حياته والله يا حبايبي في عندنا بعض النساء وبعض الرجال من صباح ربنا عندي صداع بعد الظهر كتفي يوجعني في الليل ركبي تألمني عندي مغص أنا تعبان أنا يا عمي الأمراض كلها مشربكة فيك أنت ولا زوجة زي كده الأمراض كلها مشربكة فيك ترى الزوج حيقف منك ترى حيقرف يشوف طول النهار وانت ادميه وصلتي المرحله انك انت عمرك 30 40 50 وطول النهار قاعده شكايه على اشياء كده يعني ما تبغاني اقول له إيه لا معليش انت لما بتطلب جزئيه الاستعطار والطبطبه فترى ما هو بالطريقه هذه يا اختي الله يحفظك وما هو بالطريقه هذه يا بنتي اياكم يا جماعه الخير والشكايه اياكم والشكايه ترى تقرف اللي معاكم تقرف الشركاء الشريك حيتحملك مره واثنين بعد كده يقرف يقرف من حياتك سواء كنت زميله او صديقه او زوجه او زوجه انتبهوا يا حبايبي انتبهوا ما حد يفضل يشتكي طول النهار ضف إلى ذلك يا أخي ويا أختي ما عندكم تفعيل للصبر شوية أنا وأنا بتكلم معاكم الآن ما عندي ألم في كتفي ولا في رقبتي ولا مصدق يا كتر ما طلعت وأنا الصباح حيفجع عيوني لكن عندي التزام لابد أن أنا ألتزم به وأتكلم بكل الإيجابية
الناس ما تعرف انا ايش ورايا. بعدين انا قاعد اتكلم معاكم ما عندي اي قضايا، انا واحد نكد عليه يوم الجمعه، اقول لكم قصتي على يوم الجمعه نكد عليه. لا محتاج والله نكد عليه عاد صراحه، الله يسامح عمر. يعني موقف عجيب ومضحك، ولكن قدر مولى عز وجل. خليني أفضفض لكم شوية يا أخي، خذوا مني. رحت أبغى أتمشى على البحر يوم الجمعة الساعة 10 في الليل، 10 في الصباح عفوا، الهواء حلو كان يوم الجمعة في جدة. قلت خليني أطلع، طلعت في شارع داخلي جنب البحر، بعمل يوتير، وأنا بعمل اليوتير جاء واحد قاطع إشارة من الناحية الثانية، فوقفت في اليوتير عبال ما أخذت وحركت سيارتي. كانت أوريدي الإشارة عندي أنا حمراء، جاي من ورايا أخونا جزا الله خير جنبني واخذ مني الاستماره ولا قال لي ايش الموضوع. بعد ربع ساعه جاتني رساله، ايش مكتوب فيها يا عادل؟ مكتوب فيها قطع اشاره مخالفه ب 3000 ريال. طلعت هذيك كلفتني 3000 ريال وانبسطت ورحت على البحر وقعدت، صح مديت بوزي شويه لكن رجعت قلبت الموضوع وقلت قدر الله ما شاء فعل، الا ما يكون فيها خير بقدره مولى عز. خير ايه وانت حتدفع مخالفه ب 3000 ريال؟ والله مظلوم فيها مظلوم، ولكن سبحان الله العظيم. عارف انا اخذت الموضوع ده ليه؟ قبلها بيوم في احد في برنامج الاسبوعي على اذاعه اخرى كنت بتكلم واقول كيف الناس تخلي مخالفاتها توصل ل 5 و 10000 ريال. ربنا ثاني يوم قدر عليا قال لي شوف يا هاني الناس كيف ممكن تاخذ مخالفات. فامنت بالله والله قعدت مبتسم واضحك إنه كيف قدر المولى عز وجل عشان بعد كده أقدر مواقف الآخرين. نعم. ولو إنه سبحان الله هي في الآخر خير ومن خير إلى بإذن الله تعالى. معنا اتصال، ندور قصة الحين عاد. طيب ناصر معنا. السلام عليكم. يا هلا يا ناصر، عليكم السلام. بسيط يا دكتور، 3000 عليه 50000، الله المستعان. الله المستعان، الله يعين الجميع يا رب. وما حقول زي ما اقول في برنامج هذاك كيف وما كيف، سكت لا روح احرك دحين وتقعوني بمخالفه ثانيه، فخليني لا اتفلسف. طيب تفضل يا ناصر. يا دكتور علاج الزنانه، أعطينا موقف. طيب لابد يعني إيش اللي صاير معك؟ يعني نفس الشكاوي، الزن يعني كل يوم زن 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 زن، إيش هو علاجه؟ تسمع حبيب الله. طيب تسمعنا ناصر، خلاص تسمعنا ناصر إن شاء الله. طيب. الله يسلمك. طيب ما أدري، هو يمكن الزن من عدة أمور، يعني عدة أنواع، هو زن طلب ولا زن نكد ولا زن، هو له سبب يا عادل. السبب أيوه، بأنه أنا أبغى الطبطبة، أنا أبغى الطبطبة، ولكن لا تستجدوا الطبطبة يا حبايبي بهذه الطريقة. حتى الزن هذه بأنه أنا أفضل شكاي، أنا تعبان في العمل. يعني أنا مثلا عندي في العمل زملاء مثلا أيوه، أنا يعني في أيام ما كان عندي في المنظمات اللي كنت فيها، فأكتشف أنه بعض الموظفين والله أنا أتعب، والله أنا أسوي، والله أنا أعمل. طيب أنت بتتعب أو أنت بتتعبي أو إلى آخره. طيب أنت إيش تبغى الآن؟ هو بس جاي عشان احد يطبطب عليه، ايه والله انت موظف كويس، والله انت انسان جيد. طيب الامور هذه لما انت بتسويها، هل انت بتفعل هذا العمل وعينك طايره تشوف عادل وهاني وسعيد وعبد الله بيشوفوك، ولا بتسويها لوجه الله؟ اذا بتسويها لوجه الله ما حتنتظر ابدا الشكر من البشر. طيب انا كيف اشكي من البشر؟ ومين قال لك انه شكر البشر هو اللي حيسيدك؟ شكر المولى عز وجل حينما تقدم هذه الامور بتسهيل امور العباد، انتبهوا، بتسهيل امور العباد بما لا يتجاوز النظام والحق للمنظمه او الحق للموظف، ساعتها اجرك محفوظ وحتشوفه بتسهيل حياتك انت، بتسهيل كل من، بتسهيل حياه كل من تحب ويهمك امرهم. حتشوف الامور يا حبايبي. انا اليوم لما اسمع من ابويا والله يا ولدي رحت ذاك اليوم المستشفى، الله يفتح عليها، واحدة بنت من عند الاستقبال تدف العربية وتقول لي يا عمي يا الله. لما نسمع الكلام هذا ليه ربنا بيسهل على أبويا الموضوع ده؟ ليه الخبر هذا وصلني؟ ليش؟ بينما أسمع الخبر بشكل مختلف، إنه والله يا ولدي رحنا المستشفى الله يهديهم، والله لطعونا 4 ساعات والناس كانوا يدخلوا قدامنا. ليه أسمع الخبر ده؟ طب ليه الموقف ده وليه الموقف ده؟ كل شيء يا حبايبي له سبب. سهل أمور الناس اليوم، ربنا يوريك ياها في الدنيا والآخرة لك ولكل من تحب. سوي لي فيها أنك أنت صاحب نظام، وأنك أنت طبعا النظام في نظام وفي روح النظام، سوي لي فيها أنك أنت بالنظام بتعقد الناس، ولو أن النظام عمره ما كان لتعقيد الناس، حتلاقي أنه كل الأمور سبحان الله بالنظام يلي أنت مؤمن به، النظام اللي هو ليس نظام إنما يعني لو جاز التعبير
يعني تنطع في انه اطبق النظام ساعتها، حتلاقي ايضا تنطع في تطبيق النظام فيك. اذا بالتالي نتنبه يا حبايبي، احنا قد ايه بنسهل لعباد ربنا، لا احد يفهمني غلط بانه انا اكسر النظام ابدا، انا اتحدث ان هناك نظام وهناك روح نظام وهناك من يتنطع في النظام، انه النظام بالعافيه كده بطبقه، بينما هو نت ابليكابل ما يمشي على الموقف اللي انا فيه الان، بس هو يبغى يركبه بالعباطه كده، الا النظام يقول كده، النظام ما يقول كده، النظام كان ممكن يكون فيه امور اسهل من كده وسهله، توقيع مثلا بكل بساطه، زميل في غرفه ثانيه وانت موظف التوقيع ما هو موجود على المعامله دي، لو كنت بنفسك واخذت توقيع هذا الزميل ورجعت كملت المعامله اللي هي دورك انت، يا الله على التسهيل سويته، بينما بكل بساطه ممكن تقول للراجل تعال انا بكره، وحتى تعال انا بكره ترى هذه شغاله لحد اليوم، الى اليوم في ناس يقول لك تعال انا بكره، ليش؟ لانه والله الزميل ما وقع، طب اديني الملف انا عشان اروح اوقعه من الزميل، وبالفعل اديك الملف، تروح توقعه من الزميل حقه وترجع ويكمل لك المعامله، طب ما كان اتحركت انت يا رجل، ما كان انت سهلت، ما هو موقف جدك، ما هو كل امر موجود جميل في حياتنا، اما تكتب منه ذنب إما تكسب منه حسنة، فأنت من يقرر. طيب عندنا فاصل ونأخذ سؤال. طيب حنأخذ فاصل وبعدين نأخذ اتصالاتكم مستمعين، أخلوكم معنا. مفاتيح مع الدكتور هاني الغاردي وعادل باربا. معنا اتصال هاتفي. طيب قطع الاتصال، نرجع نذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. وما زلنا مكملين معك دكتور هاني، وفي أجزاء مهمة جدا نحب أن نذكرها في مسألة السعادة، حتى لو كانت الأمور يعني واحد نكد عليه، جالته مخالفة، جالوا مشكلة، المهم أنه كيف فعلا يظل يعني متعايش كذا في سلام وأمان مع نفسه. طيب واحد أخذ مخالفة 3000، إيش تتوقعوا؟ يزعلوا مدبوزة ولا لا؟ والله هي خلاص قدوا فيها يعني، خلاص انتهينا إحنا الآن، هذا وضع قائم. أي مدبوزك تزعل تنتف حواجبك تشد شعرك انتهينا، شكرا. نعم. ما عاد عندك اعتراض، حتى لما حتى لما رحت أبغى أسوي اعتراض في الموقع طلع انه المكان اللي فيه المخالفه ماله، ما هو متغطي بالمش عارف مين، حاجه كده ماني فاهمها، فخلاص حدفعها يا ابتسم واقول هي نعم. هي تمحيص وصقل انه يا هاني انتبه، ترى في كثير من الامور يا هاني ما تيجي حسب ما انت تتوقع بانك انت بتشرحها للناس، واعتبرت انه هذا الموقف درس لي انا. ترى بشرك انا حشيت دحين قبل شويه جاني على السناب رساله قال لي انت بتقول للناس لا 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 يزن ومش عارف، انت قاعد تشرح لنا حالك. طيب ما معليش انا بفضل بس كده على العامه تمام، ولو انه موقف كل موقف وانا مبتسم يعني انا ماني زعلان، لكن طبعا توجعك 3000 ريال ما هي بسيطه، لكن في الاخر هي اعتبرتها اضافه لي انه انا احرص انه في المره الجايه ترى ممكن تحصل بعض الامور الخارجه عن اراده بعض الاشخاص، مثل ما تم معي ويعلم الله انه الامر ليس له اي توصيف نظامي او قانوني، ولكن قدر المولى عز وجل بان هذا الامر يتم. انا ماشي مضبوط في الشارع على سبيل المثال، جاء واحد خبط لي السياره، ايش اسوي؟ انزل اتضارب معاه واتقاتل معاه ولا استنى؟ انتوا طيبين، انت طيب، خلاص نبدا نحل الموضوع مما تقدم الان. ما ينفع يا حبايبي إن إحنا نرجع ورا، ولو أنت ما سويت كده ما كان ساكت، ولو أنت ما عمل يا عمي انصدمت السيارة، يا حبيبنا أن نزلت المخالفة، يا عادل قدر الله عليك بأن يكون عندك عملية أو عندك أحد أصابك أو عندك شيء تم أو جاتك مخالفة في العمل أو جاتك مخالفة في المرور أو في الشارع، خلصنا نفكر من هنا، لا نرجع ورا، لا نبدأ نقول لا بس أنا المفروض إنه ما يصير معايا كده، المفروض ما يصير معاك كده، ما هو سار معاك كده، الآن إيش تبغى؟ الآن إيش تبغي؟ الآن أنت اتطلقت أو أنت اتطلقتي، إيش تبغي؟ نفكر من الآن، لا نقعد نفكر من وراء إن نرجع تاني مرة لو كان ولو حصل ولو سوى ولو قلنا له، خلونا نفكر من الآن دائما يا أحبتي، لا نرجع لورا، ولو كان حصل ولو عمل الشيطان طبعا إنه في الآخر ما كان سار الحكاية هذه، لا يا حبايبي كل أمر بيتم معاك هو بقدر من المولى عز وجل، فيه خير لك، خير لك كيف خير لك وأنا اطلقت، كيف خير لك وأنا أخذ لي مخالفة بمدري كم، كيف خير لك وأنا صدمت سيارتي، كيف خير لك؟ هذا أمر سبحان الله العظيم، إما أن تؤجر عليه وهذا يقينا ستؤجر عليه، لأنه ما في مقدار شوكة تصيب الإنسان إلا ما يؤجر عليها بقدر الله عز وجل، فما بالك لو كان الشوكة هذه في نفسيته، كيف حيكون الأجر؟ حيكون الأجر أعظم وأكبر وأعمق، ولكن النفس الجزعة هي اللي بساعتها
تزعل وقد والعياذ بالله يا عادل وكل من يسمعنا، البعض يدخل في خصومة مع الله، خصومة مع الله. إيه ربنا مو عادل، ربنا مقدر عليه. وعندي كثير من المواقف اللي بيجوني فيها بنات وشباب وأولاد صغار يقول لك ربنا مو عادل، كيف ربنا عادل وأنا أصلا عندي ماجستير وما عندي وظيفة، كيف ربنا عادل وأنا تزوجت عمري 23 وطلقت بعدها بثلاثة شهور، كيف ربنا عادل يا بنتي. ونبدأ نخش ونشوف بين النعم وبين الجزية الخاصة بالرضا، ونجلس جلسات ونعيد ترتيب الأفكار مرة ثانية عشان يعود هذا الإنسان إلى أن يستقيم مع ذاته أولا. جميل، نستأذنك في اتصال. معنا أبو تركي. السلام عليكم. السلام، حياك الله. وياك سلام. تفضل أبو تركي. دكتور معي؟ أي معك، اسمعك. دكتور أنا متزوج لي 3 سنوات، 7 سنوات عفوا. عند الزوجة تعبانة، تشتكي يعني ماني فايقة، الحياة صارت مسدودة، ما تعترف ضغطها. هل هي عندها أمراض موصفة؟ لا لا لا، هي موظفة. لا لا لا، عندها أمراض، عندها أمراض موصفة. لا 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 لا، الحمد لله. مرض معين تعاني منه مزمن أو شيء من هذا القبيل؟ لا لا الحمد لله، حتى طيبة وممتازة، ما في أي مرض. شكاويها عليها يا أخينا الله يحفظك. شكاويها تجي كده تعبانة ماني فايقة، مع العكس لما تكون تعزمها زميلتها وجاية من الشغل تعبان تتجهز وتتزبط وتروح. أفهم من كلامك إنه هي تعبانة وما تبغى تتفاعل مع أي شيء خاص بالبيت وبك أنت كزوج. نعم نعم. قد إيه عمرها وكم سنة زواج وكم عمرك؟ الزواج 7 سنوات، العمر 31 سنة. وأنت كم عمرك؟ 38 سنة. طيب نعم. وصلتوا إلى مرحلة إنه أصبح في نفور في حياتكم الزوجية؟ نعم، وعندنا طفلتين وقاعد أفكر صراحة في الطلاق. ما صارت الأشياء كل فترة زي كذا، أحاول أعترف، تقول أنت السبب، أنت السبب، ما يعترف، ما تعترف بالخطاء. ما تنازلت عن حاجات كبيرة، أوفر لي تبغاه. ممكن أنت السبب في جزئيات معينة يا أخي. صحيح. تمام، جلستوا مع بعض جلسة صراحة؟ لما أجلس أتكلم تبكي، ما ترد. طيب، رحتوا لمتخصص بارك الله فيك؟ لا ما رحت. طيب تسمع الله يديك العافية. مع أن الصلاة ما هي كذا الصلاة نعم. ما تصلي لعله خير، تسمع الله يحفظك. يعني احنا تقريبا بقي لنا 3 دقائق دكتور، نحاول ناخذ الإجابة طيب عنها ونغلق. هذا مثال بارك الله فيكم مما قد يكون موجود في 70 إلى 90% من بيوت الأسرة والبيوت الزوجية. نعم. كثير من ليش يعني الحياة الزوجية كده نكد؟ لا يا حبايبي، الحياة الزوجية ما هي نكد، إحنا اللي نكدناها، إحنا اللي حولناها إلى بوتقة نكد، وأصبح في أمور كثير أنه أطالب الطرف الثاني بإصلاحها، ولا أرى ما قد أنا فعلته وتسببت به، وربما أنا من قد أنشأه، أنا اللي أنشأت هذه الفرقة وهذه القسوة في قلب الطرف الثاني، وأجي اليوم وعاني من النتيجة، فقط وعاني من النتيجة، ما فكرت أنا إيش السبب فيه، ما فكرت أنا كيف كانت بداياتنا قبل 1 و2 و10. اليوم هو قطفة النكد يلي أنا بنيت فيها واللي أنا سكسكتها كده بالبلدي واللي أنا كنت متسبب فيها، ولكن للأسف أنا اليوم الكومبلين حقي، عدم الرضا حقي ساير في حتة إنه شوف الزوج إيش بيسوي، شوف الزوجة إيش بتعمل. ما قعدنا مع بعض، ودائما أقول الكلمة اللي البعض ممكن يشوفها كلمة مضحكة، اللي هي نسلك مواسير حبنا. يا حبايبي لازم يكون عندي جلسة صراحة، لازم يكون عندي دائما تسليك لمواسير المحبة اللي بيننا، وإلا لو انسدت هذه المواسير حنتحمل بعض فترة ثم ننفجر، نصل إلى مرحلة الانفجار. طيب يعني أنت يا هاني وكل من هو يسمعك أنت حياتك فظيعة؟ لا والله يا حبايبي، في عندنا كثير من الأمور الخارجة عن النص والخارجة عن المنطق أحيانا، ولكن الإنسان يسدد ويقارب، وليس هناك من مصلح ولا من شيخ فاضل ولا من نبي إلا ما كان له وعليه فيما يخص بيت الأسرة. حتى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اللي يقرأ السيرة، سيرة مبكية أحيانا في بعض تصرفات من الزوجات أمهات المؤمنين، فإنه هو كيف سوت الحركة هذه، وهذا رسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهذا رجل عظيم. هكذا هم النساء أحيانا، وهكذا أيضا هم الرجال أحيانا. إذن نبه بارك الله فيكم، النصيحة إنك تروح لمتخصص، ويا ليت يا ليت اللي يسمعونا اليوم يعتبروا زي ما عندي الطبيب الخاص بالعيلة، المحامي الخاص بالعيلة، يكون عندي كمان المستشار الخاص بالعيلة، نعيش معاه سنوات بحيث انه يكون هو الشخص المطلع على ماهية الامور، مو عشاني انا زوج ما اعرف ادير زوجتي، مو عشاني زوجة ما قدرت اجيب حكم من اهلي وحكم من اهلها، ولكن
على الأقل يكون رجل أو امرأة متخصصة أو متخصص في موضوع الفهم لإدارة بيت الأسرة، وبالتالي تزين الأمور إن شاء الله. أو أنه نشوف الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم أو الأشخاص الثقة بحيث نروح لهم ونشوف كيف ممكن تكون كلمتهم الفصل فيما قد آلت إليه الأمور بإذن الله تعالى. نشكرك دكتور هاني على ما تفضلت، يعطيك العافية على هذه الإضاءات الجميلة، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، ولقاءنا إن شاء الله السبت الساعة 10 في الليل إن شاء الله إعادة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله الاثنين القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع وجميل المشاركة في هذه الحلقة، وتحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول الزميل حسن سلامة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.